سبقني المكتوب ديالي الوالدة راني مغبوب. اللي دوا بهاد الحومة هادي كاين 2400 صاحبي بغيتي 2400 خو دابا بغيتي سير بحال هكا. راه قال لك كاين 2400 ماكش بغيتي سير بحال هكا. لا صاحبي كاين 2400 بغيتي ما بغيتي سير بحال هكا. راه قال لك سير بحال هكا. راه اش باسك؟ بغيتي داير مع الطاوية تيدي معاه ضربة ساوية. دابا سير دي التليفون دابا وغير قبل ما تضرب صاحبي. سير 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 لاباس انت كي دايره انت؟ لاباس الحمد لله. مع القرايه؟ ايوا اش تعمل؟ كي داير مع القرايه؟ كي داير مع الدراسه؟ الحمد لله يلا صرنا واحد الامتحان. ايوا الله يسهل بنتي الله يسهل. قبل لي اتا بسم الله. وليده سير امي الله يرضي عليك يا ولدي. سير وليده لاباس الله يرضي عليك. سير امي الوالده المهم شي صافي امي حنا ما نشوفوش. الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم. صافي الواليده صافي امي باش انت البروشه كي غادا ماشي قرايه بخير عليك. ها بخير تيقلق حتى واحد عندنا الدراري ماشي غيرك شي واحد هذا الشيء وما عرفتش انايا. بغيت ندمجها اخوتي. لا ما نعرف نقول انت اللي عندنا. ماشي نعرفك انا بخير دابا. انت اللي عندنا اختي صغار. وشوف امي الحال شنو كاين؟ انا راه كنخدم في الحلال الحمد لله. داكشي اللي بغينا حنا شنو كيبغيو الوالدين لولادهم؟ الحلال. اللهم اطعم لها حلال امين. تعرف من دابا لقدام الوالده ما كاين الحلال الحرام ان شاء الله. بعدنا من الحرام الحرام اللهم لك الحمد هذا هو الفضل. والوالده حنا دابا نمشيو نقضي واحد صغير تنجيو امي بزاف الوالده صافي ما تعرفش الله يسهل عليكم الله يرضي عليكم حنا لك يا رب تهربش. صيبتيها؟ لا شريتها بنتي. شنو بلا ما تضربو بلا ما تضربو بلا ما تضربو صافي سير زويو سير زويو ها ورينا سير احنا هنا وسول على ولد الطاوية. صافي سير 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 ولد الطاوية سخون سخون ما عطيناش الكود هذا كيكم ما تضربو واش كان عطينا الكود بلا ما دومو من فراسي ورا طاح من هنا كتشي
بخير انت وما كبرتي بزاف في الخدمه ديالك. حتى طاريه الحب ديال الغرار كامل هنا حتى هذا الخوف فيه بجوجها وهاك تدخلوا عند القاعه ما تبقاوش تسقياش قاوش بلاش بلاش نزيدكم واحد هذه في جو دريستي كرهوا ضربنا فوق الجسد بي عليك تجي لا طاح ما فيهاش الشيء هذا كامل هذا الشيء عندك 10 20 دابا هادو كيفاش دابا عرفتي اش غديروا هادو اليوم غادي نشدوا شوف غادي نديروا اليوم شوف اليوم غنعتقلوا راه بزاف هادشي اللي راه تغاوى الشكايات كثروا كون معنا الشيء ما بقاش نهضر بزاف بقا نشد لا سكن نجبدوش معاهم لا سكن نجيو اليوم غادي نديروا معاهم شي حاجه مزيان عندك الحق اليوم هاد الوقت بزاف هادشي شي بالرمز ولا غندبروا على راسنا عاوتاني في شي لعيبه عاوتاني وكدا كاين خطا في الهرب راه ما كانش طابه كراطه خير 24 شي بياس خصنا نكحلو وديك الميمه تاهي شنو تبقى معذبه تاهي خصنا ان شاء الله بالرمز شنو خايف بالنسبه شنو خايف اللعيبه عاوتاني الدوا وداك الشيء انتم صافي انا وعادي نخدموا صافي راه صرفنا شي انا سير خدموا على راسكم ولا سيروا ديروا شي حاجه شنو بغات تقول لي شنو علاش تهضروا نتوما دامي الحال انا طيب هادشي حنا دايرين شي بروبليم ديال شي مشكل حنايا راه دراوش راه لا لا طيبه حنا من المشاكل الحال اسمعوا مني نقول لكم على جوج هضره ما نبقاش نخدم معكم لا ستيكس ما تدخلوا سوق راسكم ما تدخلوا سوق راسكم وقسم بالله العلي العظيم ما نعتق فيكم شي واحد بربي ما نعتق فيكم شي واحد انا راه له وجه مول الضاوي مالكم مع داك المهم مسكين واش باش قتلوه ولا سكتوا له القلب نتوما كل نهار تابعكم بكفوه كل نهار تابعاه كنقول زعما راه غادي دير عقلكم والله ما نسقلكم وهاداك التفرفير وداك العياقه حنا راه تنعرفوه اصحابكم ما كنسقوش الاخبار حنا صافي الشيخ تشاو سلام صافي سمح لي انا علمتكم واخر مره عندكم ها ودني منكم بربي ما نعتق شي واحد فيكم الله يعاونكم نوضوا الدراري راه ما تلقوا نوضوا برا وزول اوف تعطلت عليا عاوتاني غادي نتسنى شويه وغادي نمشي اختنا خشولة الضاوية السلام عليكم السلام عليك موقش لا أصلا عندي ما يدار مساليش أخويا اسمح لي علاش مزروب عندي ما يدار واش انت عارف انت مالك دختي ولا مالك ما عرفتيش بعدا انا شكون ولا الضاوية خوتي راه دبر عليها شنو هاد الضاوية؟ عرفتي يوم الزعمة؟ لا إيوا لا جاو غادي يعرفوك براسهم غدبر علينا كنقول لك ياك شكت معاك العربية بزاف اطلع لا ما تكرسليش لا لا تكرسليش
مع الدكتور نهار كامل وما في مشاكل صبر. والله الا وحق الله العظيم الله يصايبو صافي. داكشي اللي بقى انا خالتي بنتي الله يديها لك مالك دوحة فين اختي امي مالك هادشي اختي اللي عيط مابقاش نهضر هاد كاين مالك شنو كاين مالك انت عارفه انا قلتها لي شنو وقع مالك اختي صبري مالك واحد توقف عليا تضربتي غير بزاف ما تقولها لي والله حتى انا حيدا ام خليني نسمع شكون هو اللي هضر معاك شكون هو واحد خونا وقف عليا واصلا ديما كيوقف كي دايره شكون هو ناري هذا ما عرفتش مع من طاح ولا الضاويه صاحبي جا داك في الماط يا ريح يلا صاحبي شنو عندك شي موطور يا باش خونا زعما يا خوا قاسمين لي لاطار ولا شنو ها خوا ما والو اصاحبي غنجبدو انا مالك اصاحبي غنديرو لي كانار ديالو غنشطو اي شو طريقه واخا يكون شي طلع مارش فين اصاحبي انت مالك اصاحبي شر ما عرفتش رسم مع من جاب اصاحبي مع ولد الداويه اصاحبي شي جو مع ولد الداويه دبر عليه تدي معاه ضربه ساويه حنا اصلا نقراو ليه شي كانار فهمتيني نقدو له شي دقه هي فكر معانا عسرا فاسحب يجري معانا هذا عندي لي قناع شي حاجة ما تطحش لكم من هذا شي حاجة ناضية غاشي نقول لكم غاشي نقول اليوم
شكرا. سخار بارك معاك خويا. شنو غادي رجل هنا نلقى صاحبي ما كاين لا كاين لا حشيش لا والو الصفا صاحبي ما بقاش زيرو حيت لا تما البارح على سوسه لا دخلت النار. شوف من الاخر غادي خصنا نديرو لها شي حل اليوم واخا هذيك غتبقى تابعنا حياتنا كامله اللهم نديرو لها شي حل اخي عصام بالروج ولا دابا شوف بالروج ولا كيما درنا الاول غنديرو لها شنو كيما درنا الاول غنديرو هذه بوليسيه ومن بعد ما عرفتش شنو غادي شنو غنخدمو ومن بعد تنبقى حافير يمكن شي صعيب راه تقبل بالبلان اخي اسرع فكر شويه زعما تقش دير لنا السوسه شنو خدمه؟ يا صاحبي زيرو ولينا صاحبي مريحين في هاد البيارة صاحبي كاين لا صافي ما والو باش غنوكلوها صاحبي سمعني تنقول هاديك والله غنسكتو على الحجرة ونتمنى شنو زعما قلت لها لما نضحكوا مع اشراف اصاحبي وشنو نخليو غنتابعنا بحال هكا راه سوسه ماشي سوسه هاديك مبغيتش كاع تبع هاد المنامع كان ديرو غادي بقاو حنا هاربين بقاو هاربين شوف اسمع جوج جوج انا نطلع انا واصلا دار داخل انا نويون فهمتيني انا هاكاو فيها ونشوف صافي شوف ديالكم بالزرب شيخ خويا صافي راه ليا ديك اللعيبه باش نحلم بيه انا سيروا معكم الله السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الموجز الاخباري الخاص والعاجل. تلقينا قبل قليل اخبار قتل شرطية في منزلها، السبب غير معروف الى حد الان. اما المشتبه بهم فهم الملقبون بولاد الضاوية، على من تعرف على صور الظاهرة على الشاشة وتعرف على احد المجرمين فعليه الشرطة في اقرب وقت. ويلي وهاد ولادي ولا ولادي ماشي ولادي ويلي ولادي شوف ماشي ولادي ويلي 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 شو داروا عبد ثاني عباد الله ويلي وحدي بغاو يقتلوني ويلي بغاو يقتلوا الروضة ويلي وحدي ويلي وحدي خالتي الضاوية نوضي خالتي الضاوية صافي
شنديرو دابا شنديرو؟ امنا مشات يا امي مشات امنا شنو دابا عاوتاني شنو؟ انتوما المشاكل واش درا حالكم؟ انتوما السباب انت هو مول العقل انت هو السباب انت مول العقل انت هو الكبير فينا انتوما اللي قلتو ديرو داك البلان ديك خطنا صاحبي دابا خصنا نفكرو فشي حل لاخر وي وي فقي وي وي فقي سبقني المكتوب دليل الوالدة راني مغبون انا بلا بها اجرحتني كلمات لي تي سبحان الله ربي بزاف نفسنا حنا لا اله الا الله سمحنا الوالدة عذبنا كرفسنا وخلينا ما درنا المشاكل يا رب تسمحي لنا الوالدة الله يرحمك الوالدة سمحي لنا مولاتي عذبنا بزاف الوالدة سمحي لنا المهم سمحي لنا مولاتي بزاف كنتي باغي تشوف فينا فشي حاجة أحسن من هكا ولكن قضاء دعوة خيراك راهم تشوفها أمي دابا حتى نورمال ما بقيناش عارفين حتى فين مشات دابا حنا اللي عندنا تفكروك بها انت تشوفها امي ماشي ما بقيناش عارفين جا سالم امي ما خصهاش خلينا عليها تا قوم ما تنسيني فحنا دكتور